التي أمال. أهلا مشاهدينا الكرام، إذا قبل لحظات من الآن قضت محكمة الدار البيضاء بعدم شرعية الإضراب الذي شنه عمال الصيانة بالجوية الجزائرية. النقابة حاليا ستعقد جمعية عامة تبلغ فيها عمالها المقدر عددهم بحوالي 800 عامل بمطار هواري بومدين بقرار المحكمة، على أن يتم تحرير بيان حول أهم المعطيات وما ورد في حكم العدالة. إذا زميلتي أمال، كما تشاهدين به مطار هواري بومدين الدولي مملوء عن آخره، حالة من الفوضى، حالة من الغليان والتدمر والقلق أيضا لدى المواطنين أي المسافرين، باعتبار أنه فيه قلق حول ما إذا سيتم إلغاء الرحلات أو استمرارها. يحضر معي الحاج سيتوجه الى باريس. سيدي، ربما هل لنا ان نعرف شحال كنت تتسنى لهنا بالمطار؟ الوحده نستنى هنايا ما على بالناش واش كاين. الى يقولوا لاكراز، الى يقولوا لوروطار، ما على باليش. لا نستنى واحد، شوف واحد ما بالنسبة للعمال الجوية ولا الموظفين، اسكو اتصلوا بكم سكتاوكم ولا؟ ها؟ بالنسبة للموظفين لهنا، اسكو اتصلتوا مع فرنسوية يعني هدرت مع الجوية الجزائرية بالنسبة لهذا التأخر؟ معليش يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سيدي، شكرا. يعطيك الصحة سيدي. إذا يحضر معي رعية أقول مغربي سيتوجه إلى فرنسا. سيدي، ربما شحال عندك من ساعة وأنت تنتظر لهنا بالمطار؟ عندي 3 سوايع دابا كنتظروا، ما عطوناش معلومات. يلا عرفت شنو كاين عن طريقك دابا، وصراحة عندنا إن شاء الله نطير برشلونة، وعندي طائرة أخرى إن شاء الله بلد اخر، وما عارفين شنو ما الاجراءات بعدين، ولا ما كانش الطياره اليوم شنو ما الاجراءات. سيعطونا الامكانيه نطيروا بالليل، نطيروا في الصباح بكري، حيت حنا اجانب هنا ما عارفينش، لازم يكون عندنا المخطط شنو نديروا. وفي حال استمرار الاضراب الى يوم او يومين، يعني وشنو هو العمل؟ هذا ياثر علينا كثير، وكنظن ياثر سلبي على ايرار الجري، حيت نضطروا نطيروا مع خطوط جويه اخرى اللي تفتح لنا الفرصه اننا نطيروا. وصراحه الثقه تفقد شويه، انه كانوا يعلمونا، كاين طرق اليوم شتى، كاين يعلمونا بالاس ام اس، يعلمونا بالايميل، زعما جميع المعلومات عندهم الهاتف ايضا، كانوا يكلمونا بالهاتف يعطونا حلول، خاصه الاجانب. حنا ما نروحش دابا عند احباء ولا هذا، لازم نشوف فندق، لازم نشوف كثير حاجات، مش سهل علينا حنا. يعني اكيد انه القانون الجزائري او يكفل تعويض هذه الرحله، هل لديكم علم؟ لا، ما عندناش اجراءات، نضطروا نروحوا للانترنت ونقراو على، نظن هو كما القانون الدولي للمطارات، ونروحوا للاداره ونشوفوا كيفاش يحلونا هذا المشكل، ولا يقولوا لنا فقط واش كاين امكانيه اليوم نطيروا ولا ما نطيروش. هذا بالنسبه للاداره، اداره المطار او الجويه الجزائريه، هل يعني حاولت الاتصال بكم انتم كمسافرين؟ لا، كما قلت لك ما اتصلوش بنا لا بالاس ام اس لا بالايميل، ولا هنا زعما شخصيا، زعما يجيو عندنا شخصيا ويعلمونا شنو كاين. مش شويه الحاله مضطربه الان شويه. يعطيك الصحة سيدي، ورحلة موفقة إن شاء الله. أيضا يحضر معي السيدة، هل لنا نعرف رحلتك وين راهي راح تكون؟ أنا متواجد. بسم الله الرحمن الرحيم أولا، ونشكركم على الاستضافة هذه باش نتكلموا إن شاء الله عن المشاكل اللي راهي لنا بالمطار تاع هواري بومدين. أنا متجه إلى أليكونت في إسبانيا، من الساعة 11 ونص وأنا موجود لهنا، يعني ما كانش حتى واحد اتصل بينا ولا قال لنا واش كاين. عرفنا باللي سمعنا من طرف الناس يعني باللي كاين اضراب، حتى الاضراب منهم اللي عاملين الاضراب، واحد يقول لك العمال تاع النظافه، واحد يقول لك الميكانيسيا، واحد ما عرفناش الخبر الصحيح. حتى اصحاب يعني الخطوط الجويه الجزائريه يعني ما اتصلوش بينا وقالوا لنا يعني لانه صاير فيه غليان هنا، ولا واحد يعني يعرف اي شيء على الشيء اللي راهو صاري. اقل شيء يقولوا لنا انتظروا وتركبوا ما يروحوا تروحوا، يعني ما فيش حتى معلومه يعني.
وتعبنا والله تعبنا كثير يعني صراحة تعبنا. يعني في حال إلغاء الرحلة تاعك يعني وش والله في إلغاء الرحلة ما نعرف كيف ندير، هما ممكن هما ما على باليش كيف القوانين كيف راح تصير، يعني ممكن أنا نسكن واحد يسكن قريب يعني ممكن دوك يروح البيت، ولكن واحد لما يسكن بعيد مثلا 300 أو 400 كيلو كيف راح يرجع للبيت، وإذا كان واحد ضيف عندنا مثلا من أي بلد آخر كيف راح يصير له يعني، حتى لو يتأخر ممكن بعدين يروح للفندق باش يحجز فندق ما يجيش فندق يعني. يعني أقل شيء يعني تكون فيها انفورماسيون يعني للناس هذو، أقل شيء يقولوا لهم مش كاين وش ما كانش يعني، ننتظر وما ننتظروش نروح وكيف نعملوا يعني. حتى الآن يعني ما عرفنا حتى شيء. يعطيك الصحة. الله يسلمك، شكرا، بارك الله فيك. يعيشك أستاذ. إذا زميلتي آمال، هذه كانت انطباعات المسافرين حول إضراب الجوية الجزائرية. إلى غاية الآن عمال أو نقابة عمال الصيانة تجري حاليا اجتماع أو جمعية عامة للفصل أيضا، هل سيتم الاستمرار في الإضراب أو العودة إلى العمل؟ أيضا هنا بالمطار الجميع ينتظر، هل سيتم عودة الموظفين أو سيتم إلغاء الرحلات المبرمجة؟ إذا زميلتي أمال، كانت هذه أهم المعطيات التي كانت بحوزتنا. أمال لك، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، وكذلك للمسافرين الذين أدلوا بإفادتهم بخصوص تأخر والتذبذب الذي تشهده أو يشهده مطار هواريب ومدين في هذه الرحلات. للأسف في جميع الأحوال المسافر بالخصوص والمواطن على العموم هم من يدفعون هذا الثمن.